صون طيبين يا رجاله. صون طيبين. صون طيبين. صون طيبين. صون طيبين يا رجاله. كل سنه وانتم طيبين. يا ماي العيد ما يبقاش عيد غير لما نعيده عليكي. كل سنه وانتم طيبه يا ست الكل. كبرت مهما كبرت يا مصطفى ولسه قلبك صافي زي ما انت. يا ماي دعوتك هي اللي سترانا في الدنيا. روح يا حبيبي، ربنا يحبب فيك خلقه. ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا يا ست الكل. قول لي بقى، انت جاي ميتة علشان اعمل لك الاكل اللي انت بتحبه؟ والله يا ماي في واحد زميلك ده يعني حصلت له ظروف ولازم اخد مكانه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. تسليم وتسلم القيادة. يا قائد. يا عمدة، صور مين دي؟ شوف يا اخي الايام عدت بسرعه ازاي. كانت احلى ايام. فاكر لما كانوا بيقولوا لنا نقرا الفاتحه قبل ما ننام عشان السير اللي هتنام عليه ده ممكن يبقى سير شهيد سبقك للجنه. ربنا يرحم شهدائنا جميعا. الله يرحمهم يا حسين. بقالي فتره بفكر فيهم، بفكر في كل واحد كأنه قصادي وقاعد معايا. افتكر ايام الكلية تدريباتنا ويوم ما اتخرجنا. شريط بيعدي قدام عينيا كأنه حقيقي شايفه. ربنا يرحمه ويقدرنا نجيب حقهم. هنجيب حقهم. المهم يا صديقي، أنا نازل بكرة إجازة، مش محتاج أي حاجة. عايزك كويس، خلي بالك من نفسك يا عماد. تمام يا قائد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقيت بنت الحلال؟ لا يا اخويا، راح زينة. يعني الف مبروك يا قائد، عارف انك نفسك فيها، بس انت مش ناوي تركب معانا قطر الجواز؟ ما انا رايح لعروستي يا واد. في ايه؟ الله يرحمك يا حجاجي.
ايه يا عماد؟ ناوي تقضي الاجازه كلها في اوضتك؟ مش هتطلع تقعد معايا شويه بره؟ حاضر يا حبيبتي. ايه رايك؟ الله، حلو قوي البرواز ده. انا موصي على البرواز ده مخصوص عشان ام الشهيد حجاجي. الله يرحمهم يا حبيبي ويحسن اليهم ويرحم كل الشهداء ويقدرك انت وزمايلك تكملوا اللي بدأوه. والله العظيم نورتونا جوي جوي يا باشمهندس. اتفضل. اتفضلوا. دايما عامر يا حاج. بحسك يا حبيبي منورين. اتفضلوا يا حبايب. اتفضلوا. اتفضلوا. الصورة دي كانت يوم تخرجنا. اليوم ده انا استلمت منه مساعد الكليه. يوم استشهاد وانا فاكر الموقف ده. مواقف تانيه كتير قوي. وكانها شهيد بيعدي قدام عيني. انا سمعت الكلمه دي في اخر مكالمه ما بيننا. كان الله يرحمه عايش معانا في كلامه وافعاله. ودينا احنا اللي بنكررها من بعده. الله يرحمك يا حجاجي. أنا ماليش دعوة، الأجازة دي أنا ملحقتش أشبع منك. حقك عليا. وعد مني من المرة الجاية هفضل قاعد جنبك لحد ما تقولي لي أنت اطلع بره، تمام كده؟ تمام. معاها مع الأستاذ اللي هتشرف قريب. تيجي بألف مليون سلامة. طمنين عليك كل شوية. وأنا كل ما يبقى في شبكة هكلمك. خلاص؟ خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك من نفسك. خلي بالك منها. فهني يا لها من الله. سيدنا محمد رسول الله. على فكرة أنا زعلانة منك. بقالك قد إيه ما بتجيش معايا التمرين ولا حتى بتيجي تاخدني من المدرسة زي زمان. بص أنا مش زعلانة بس انت وحشتني قوي. بتعملي ايه؟ كنت بتكلم مع بابا. بابا؟ ايوه بابا. انا متعوده من اول ما مشي وانا اكلمه وبيرد عليا على فكره. طبعا عشان بابا شهيد. اقول لك الحقيقه انا عارفه اني مبقاش موجود. شفت صورته في التلفزيون وهما بيقولوا ان دلوقتي شهيد عند ربنا. الشهيد عايش بينا. بص حواليك هتشوفي بابا في كل حاجه حلوه عشتوها سوا. هتشوفي في وشوش صحابه وزمايله اللي بيحبوك انت واخواتك وبيخافوا عليك. شايل الشنطة الكبيرة دي كلها ازاي؟ ده أكبر منك. بروح فيها كل يوم المدرسة. كل يوم بيها المدرسة؟ ده أنت لندة بقى. قولي لي اسمك إيه؟ اسمي حرة. اسمك حلو أوي يا حرة. اسمحي لي أوصلك؟ ماشي. ماشي. لا هات الشنطة عنك. عينك إيدك. يلا بينا. قولي لي أنت عندك كام سنة؟ عندي ست. ستة؟ ده كتير ستة ده. عشان كده بقى انت قوية وشايلة الشنطة لوحدك صح؟ صح. ساكنة فين؟ ساكنة هناك. هناك؟ طب يلا بينا بسرعة عشان نروح. يلا. فين البيت يا حرة؟ توهتينا ولا ايه؟ هو ده؟ طب يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحميكم يا ولد ويحفظك يا رب. الله يخليك يا أمي. حرة! سلامة حرة.
بقول لك ايه؟ ايه رايك نسميها حرة؟ اضحك يا عمدة. انت بتعمل ايه؟ بنتصور يا عمدة على بتاعك نازل المداهنة. يعني معقول يبقى ليا صور مع كل الدفعة وكل اللي خدمت معاهم وانت لا؟ لا انا ما بحبش اتصور. ليه يعني؟ والله الناس بتتصور صورة للذكرى حلوة. انما انا كل ما ابص في صورة الاقي حد منها ناقص. بصراحة بقيت بخاف اتصور، حد تاني ينقص ولا حاجة. عمار بيد الله يا عمدة. واللي بينقص من الصورة بتتكتب له الشهادة. مش ده كلامك؟ مؤمنا مش عارف ولادي. ايوه يا دكتور.